حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا، وحيا الله ضيفي الكريم اللي منورنا اليوم الدكتور نايف العنزي استشاري جراحة السمنة والمناظير. صباح الورد دكتور نايف، هلا وسهلا. يا هلا، صباح النور والسرور، يا هلا فيك. الله يصبحك برضا والعافية، كيف حالك دكتور؟ عساك طيب. والله بخير الحمد لله. الله يسلم، خير ونعم، الله يحفظك، هلا وسهلا فيك دكتور نايف. اليوم فعلا يعني حديثنا من جانب آخر، دائما أي واحد يقول أنه أنا بديت أعاني من زيادة الوزن أو خلاص جيت لمرحلة السمنة أفكر أسوي عملية، هل كل مريض سمنة يحتاج عملية دكتور نايف ولا لا؟ تفضل. طبعا عمليات السمنة هي محددة بمعايير معينة، ليس كل من يعني رغب انه والله انا بعمل عملية تكميم او غيرها ممكن اروح للجراح وحيسوي العملية مباشرة. في شروط معينة لها، واحدة من الشروط هذه اولا انها تكون مناسبة وموافقة للعمر، العمر يكون من عمر 15 سنة الى عمر 65 سنة. ايضا الشيء المهم اللي هو مؤشر كتلة الجسم، هذا الشيء اللي احنا نعتمد عليه بدرجة كبيرة في مرحلة اختيار المريض، هل المريض مناسب له العملية أو لا. المؤشر طبعا هو فكرته أنه قسمة الوزن بالكيلوغرامات على الطول أو مربع الطول، الناتج لابد أن يكون في الوضع الطبيعي من أقل من 25 وأكثر من 18.5 أو 19، لكن لما يوصل إلى حد 30 فمعناته إحنا دخلنا في مرحلة السمنة. هنا نبدأ نصنفها درجات، طبعا لو قلنا من الدرجة الأولى اللي هي تكون من 30 إلى 34.9، ومن 35 إلى 39.9 هذه تعتبر درجة ثانية. الدرجة الأخيرة الثالثة أو اللي هي السمنة المفرطة لما تكون أكثر من 40. هذا المعيار طبعا اللي هو المؤشر اللي مهم عند كل جراحين العالم المختصين في عمليات السمنة، بالنسبة لنا أمر مهم نعتمد عليه في إجراء العملية من عدمها، بالإضافة إلى الشروط الثانية أنه المريض يكون مر بمرحلة اللي هو الرجيم أو محاولات الرجيم، محاولات الرياضة، لكن فشل في فترة من يعني نتكلم عن سنة أو سنتين، يعني حاول أنه يقدم حاجة معينة لكن مو قادر أنه يصل إلى الوزن اللي ممكن يتخلص فيه من السمنة. هذه بعض الشروط المهمة اللي لابد أنها تنطبق على المريض لأجل موافقة الطبيب لا على عمل اللي هو عمليات السمنة أو عملية التكميم اللي يمكن المنتشرة بشكل أكبر اليومين هذه. نعم. طيب دكتور نايف، ما شاء الله يعني احنا نعرف ان الطب يعني دائما في تطور وتقدم. الان لو ناخذ ابرز الترند في عمليات السمنه ونقول والاكثر نجاحا من ناحيه السلامه، من ناحيه النتائج، ومن نواحي ايجابيه اخرى، ما هي دكتور نايف؟ تفضل. عفوا ترى ما سمعت السؤال. احنا سؤالنا اليوم ناخذ الترند في العمليات، تعرف العمليات يعني حقت السمنه انواع كثيره، نبي ناخذ الاكثر رواجا والاكثر امانا وكمان النتائج الايجابيه تكون جدا رائعه، وش الان الترند اللي حاصل في عمليات السمنه؟ والله شوفي، هو كل مرحله لها يعني عمليات معينه، كانت طيب. فتره من الفترات اول ما بدينا كانت اللي هو عمليات جراحه تحويل المسار هي العملية الأساسية اللي كانت يعني شائعة بنسبة كبيرة. في السنوات الأخيرة أو في العشر سنوات الأخيرة 15 سنة الأخيرة بدأت تطغى عمليات اللي هو التكميم، فصارت عمليات التكميم يعني من أقوى العمليات اللي ممكن تسمعينها في أي مكان في العالم. ما في بيت، يمكن أقدر أقول لك يعني مجازا، ما في بيت إلا تلقين في واحد متكمم فيه إلا ما ندر. فأخذت عمليات التكميم نسبة أو سمعة جدا كبيرة. هي فكرتها أمرها بسيط، أنه إحنا نصغر على حجم المعدة بدل ما يكون ونقصها طبعا بشكل طولي من أعلى المعدة أو من أسفل المعدة إلى أعلاها، بحيث أنها تكون زي حبة الموزة أو زي الأنبوبة. فهي إحنا نتحكم في حجمها ونصغرها فقط، فما نغير بالفسيولوجي تبع الجهاز الهضمي، بينما كانت مثلا تحويل المسار لا، هي تصغير لحجم المعدة بالإضافة إلى تقليل اللي هو الامتصاص. في نفس الوقت في نفس الوقت مشت مع عمليات التكميم اللي هي عمليات اللي هو البالون. في ناس كثيرين يجيبوا لك والله أنا ما أبغى العمليات الجراحية، لها رهبة وخوف وأبغى أقدم أو أخوض فيها، فخليها على جنب أو تكون بالنسبة لي آخر خيار ممكن أنا يعني ألجأ له. فبدت يعني تكون موازية لعمليات الجراحية اللي هي عمليات البالون، بغض النظر يعني أي نوع من أنواع اللي هو البالونات، في أنواع كثيرة موجودة في السوق.
فهذه النوعين من العمليات، عمليات التكميم وعمليات البالون اللي بدأت تنتشر بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، تطغى نوعا ما عمليات التكميم على البالون، لكن ما زالوا يمشون في نفس الموازاة في كثرة الطلب. نعم، اليوم والله دكتور نايف يعني ما شاء الله المغريات حولنا كثيرة، يعني المطاعم، الكافيهات، الأشياء اللذيذة، الإعلانات اللي تطلع، فأكيد الواحد يعني ما وده يحرم نفسه، في المقابل أحس إنه شبح السمنة كذا بوجهها. إحنا كيف نوازن اليوم، وهل فعلا كل أنواع السمنة تعتبر خطيرة؟ والله شوفي انت زي ما تفضلت، يعني الواحد صراحه وين ما طلع الاكل لذيذ، انا اشهد والله في احد ما يحب الاكل بالضبط، الاكل لذيذ وجميل وبصراحه يعطي شعور مختلف، لكن هي الفكره فكره موازنه في اكلنا وفي طريقه حياتنا. يمكن الفتره اللي مرت علينا في قبل تقريبا سنه، الايام اللي هو جائحه كورونا الفعليه اللي كان فيها الحجر، وأغلب الناس يعني عانوا منها أنه ما هو قاعد يتحرك ولا يروح ولا يجي، فقط جالس موفي وأكل، وبدأوا يزيدون في الوزن. فأنا أقول لك أنه لما إحنا نعرف كمية السعرات الحرارية اللي نأخذها مقابل السعرات الحرارية اللي إحنا نفقدها، هنا نعمل موازنة. الموازنة قد ما تكون في الأكل بقدر ما تكون متماشية مثلا مع التغذية بالإضافة إلى الرياضة. يعني إحنا نعرف لا إفراط ولا تفريط، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ثلث لنفسك ثلث يعني بما معنى الحديث ثلث لنفسك ثلث لجسدك، فالثلث يعني محددة بثلث معين، فإحنا ما نفرط فيها بحيث أن ما نصل في يوم من الأيام إلى معاناة قد من الصعب أنه نصل فيه إلى مثلا أوزان إحنا نرغب فيها. فقدان الوزن أصعب بكثير من زيادته، أسهل شيء في الحياة أنك تزيد وزنك. اللي يزعل يقول إيه، اللي يزعل لما تجيني واحدة تكون نحيفة أبغى أزيد في الوزن، أقول إحنا الناس تعاني في نزول الوزن أنت محسودة والله. إيه أنت محسودة هالحين، فتعاني في أنها تنزل، لكن سهل كثير أنك أنت تطلع في وزنك. فعشان كذا يعني مشت اللي هو عمليات التغذية بشكل مباشر مع الرياضة. للأسف ما عندنا ثقافة الرياضة. إحنا لو كنا نبغى نروح للسوبر ماركت وهو قريب من البيت لقينا لازم نركب السيارة ونروح. أيوة والله صادق. فإحنا لابد هذه الثقافة تتغير عندنا، لابد إنه أوكي بدل السيارة خلي السيارة موجودة، اطلع امشي تحرك، ارجع المسجد تروح له بالسيارة كمان، لا خلك اطلع مشي، رح للمسجد مشي وارجع. هذه كلها أشياء ثقافة لازم تتغير عند الإنسان، على أساس إنه ما يعني يسدد ويقارب في الأول والأخير، ما يوصل إلى مرحلة السمنة المزعجة اللي ممكن يعاني فيها فيما بعد، مش بس كشكل، لا ممكن نعاني فيها من أمراض صحية، نعاني فيها من ضغط، من سكر، من كوليسترول، من عقم، من مشاكل كثيرة مضاعفاتها اللي هي سبب واحد اللي هو السمنة. نعم، طيب اليوم دكتور نايف يعني نشوف أشخاص يقول لك أنا طيب جالس أمشي، جالس أكل أكل صحي بس وزني ثابت، يا أخي وزني ما ينزل، طب عادة وش يكون السبب صدق؟ وفي فئات كثيرة ترى يعني ما ينزل وزنهم أبدا بس يزود بالرغم أنه أكلهم يعتبر صحي، يعني ما يكثرون أكل. والله شوفي يعني أحيانا قد تكون السمنة ما لها علاقة أو ارتباط كبير في موضوع الأكل بشكل مباشر، لكن عندنا مسببات أخرى ثانية. عندك اللي هو بعض الناس عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، لما يكون عندنا خمول أو كسل في الغدة الدرقية من الصعب طبعا أول أعراضها تكون عندنا زيادة في الوزن، فهذه إذا ما تعدلت أو ما رجع هرمون الغدة الدرقية إلى الوضع الطبيعي فحيكون في صعوبة في إنه نسيطر على موضوع اللي هو السمنة. واحد اثنين، عندنا بعض الأدوية النفسية، بعض أدوية الاكتئاب تسبب زيادة في الوزن، بعض أدوية الكورتيزون تسبب زيادة في الوزن، هذه أيضا لها ارتباط مباشر في زيادة الوزن. قد يكون الإنسان ما يأكل، لو تيجي تقول أنا ما، يقول لك أنا ما أكل هذاك الأكل اللي صح تتخيله أي يعني لو مثلا تلقاه يقول أنا أخوي مثلا يأكل أكثر مني، لكن هو ما يسمن، أنا اللي قاعد أزيد لو أكلت لي شيء بسيط. صح. فهذا قد يكون زي ما أقول لك ارتباطه في الأدوية بشكل كبير، قد يكون ارتباطه بشكل بأمراض معينة سببت زيادة عنده في الوزن. فتخلص من المرض أو تصحيح الهرمونات معينة في الجسم قد تساعد بنسبة كبيرة منه
نتخلص من موضوع اللي هو زيادة الوزن أو السمنة. في بعض الناس يقول لك والله أنا آكل لكن أكلي منسق ومنظم وجيد، لكن أواجه أنه نزول يكون صعب، ما حيكون سهل، أو عندي ثبات في وزني لما أجي أنا أمارس الرياضة. هذا أمر جدا طبيعي. ودائما نلاحظ احنا مثلا في عمليات التكميم، عمليات التكميم تجي لفترة من الفترات، أول أسبوع مثلا المريض نزل مثلا 7-8 كيلو، تصل إلى 10 كيلو في أول شهر، بعدين دروب وقف، صح. ما صار عنده نزول، يجيك مكتئب نفسيا، يقول لك أنا يعني توقعت أنه أنا بنزل. وهذا المفهوم الخاطئ كمان اللي يقع فيه كثير من الناس، أنه يتوقع مثلا عمليات سحر، والله يسوي العملية من هنا بكرة أنا أنحف. نقول لا، هدي من بالك، انتظر، الجسم يصير عند ردة فعل، ردة الفعل هذه أمرها جدا طبيعي، تثبت لك وزنك، حيكون نزولك جدا مناسب في البداية، بعدين بيوقف، بعدين يرجع كيلو 2 كيلو، بعدين يوقف، وهكذا لين توصل إلى الوزن الطبيعي. هو الاشتراط المهم اللي أنت لازم تمشي عليه أنه تمارس التغذية والرياضة بشكل صحي وبشكل جيد، على أساس أنه إحنا نفقد الوزن بطريقة أيضا صحية. فلو صادفك أنه يكون في ثبات عندك في وزنك، هذا جدا أمر طبيعي، سواء عملية ولا غير عملية. أوكي. هذا أمر جدا طبيعي، يحتاج منك فقط الجلد والصبر، بتصل إلى الوزن اللي أنت ترغب فيه. ممتاز. طيب نجي الآن على محور جدا مهم، وأكيد يعني في ظل التوعية بس ما زال البعض يصدق. دكتور نايف، مثلا اشرب لك ليمون على الريق، في هبة كمان صايرة يقول لك خذ لك مثلا قهوة مثلا بلاك مع عصرة ليمون وماية دافية، جربها راح تنحف الكرشة دي، تقول لها باي باي. هل صدق في مشروب سحري اليوم كذا نسمع منك دكتور؟ والله كان ودي ما درسنا أصلا، صارت سهلة والله صدق، ويجربون هالبنات والشباب حتى ويقول لك يلا. لا شوفي، في مفاهيم كثير خاطئة للأسف، وتلقى رواج كبير بين في المجتمع بشكل عام، فهذه كلها خاطئة. يعني لو كان فيها فائدة صراحة ما احتاج المريض انه يعرض نفسه لا لأدوية لا لبالونات لا عمليات جراحية، كان سواها ونزل. لكن زي مثلا يقول لك اشرب موية باردة اول ما تصحى الصباح، ترى هذه تساعد انها تزيد عمليات الأيض عندك، وهذا غير صحيح طبعا. هذه كلها يعني خرافات، وواحد يعني اجتهد في هذه المقولة وصلت وانتشرت، لكن للأسف فعلا قالها رواج لسبب بسيط، أنه الناس تبحث عن الحل السريع السهل اللي ما يعرض لأي تدخلات جراحية، ولا يعرض لأي مجهود، ولا يعرض لأي احنا قلنا أنه في حديثي أنه يبغى لها صبر، نزول الوزن أو تخلص من، يبغى لها صبر، يبغى لها عزيمة، يبغى لها إرادة، يبغى لها، إحنا نقول دائما اللي يبغى الزين يصبر على أذاه، فما ينفع أنك أنت تيجي تقول أنا أبغى أنحف بس أخذ لي عصرة ليمونة وأنبسط وأكل اللي أنا أبغى، مثل اللي بعد ما يأكل الفطة يروح يشرب بيبسي دايت على أساس أنه والله هذا بيعطي التأثير الكبير أنه يساعد على الهضم، أو يشرب مثلا لبن أو واتفر، فهذا غير صحيح. لابد أنك أنت توازن في أكلك، هو السر الأساسي والمهم أنك أنت توازن في طريقة الأكل مهما عملت، مهما سمعت لا ليمون لا غيره لا موية، هذه كلها خرافات ما تقدم ولا لا تسمن ولا تغني من جوع. مثل يجي يقول لك اشرب مثلا شاهي مدري نوع معين، صح، وتنحف ويقلل وزنك. اي وانتشرت في فترة، أنا أذكرها شخصيا، انتشرت في سنة من السنوات، تروح محلات الشاي تلقى عندهم كتيب، والكتيب كل واحد يكتب يسجل فيه ما اللي نزل في الوزن وما أعرف إيش، يعني كمان يعني مو لهالدرجة أنك أنت من الشاي هذا تنحف. فهذه كلها أشياء يعني ما أنزل الله بها من السلطان، ما نسمع لها، ما نأخذ بحقيقتها، دائما نلجأ ونستشير الشخص المختص في علم التغذية، نستفسر أو نأخذ الاستشارة من الطبيب، هو اللي بيفيدنا بالطريقة الصحيحة اللي إحنا ممكن ننزل فيها في الوزن. وأنا أكاد أجزم أنه
اللي ما يبغى يزور طبيبة أنا أقوله بس كف يدك أمورك طيبة. يا سلام عليك. طيب دكتور نايف أستاذنك الله يرضى عليك، عندي بس فاصل إعلاني قصير أباخذه وأرجع لك بعدها، لا تروحون مستمعينا. حياكم الله من جديد مستمعينا، وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور نايف العنزي استشاري جراحة السمنة والمناظير. صباح الورد مرة ثانية، هلا وسهلا فيك دكتور نايف. يا هلا فيك، هلا فيك. يعني دكتور نايف اليوم الحركة البسيطة اللي احنا نشوف انه ما يعني ما تأثر كثير لها انعكاسات إيجابية على الجسم، يعني بعضهم يقول لك انا في دوامي مثلا مكتبي نص ساعة بس ادور ادور ادور، هذه بحد ذاتها راح يكون لها تأثير صحيح على جسمه. اي طبعا، شوفي ما في انسان ما في شيء ممكن يعمل الانسان ما يكون له انطباع على او ردود فعل على 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 الجسم. دائما احنا نقول نطلع شويه عن الساعه البيولوجيه عند الانسان. نعم. بمعنى انه عندنا روتين نعمله بحياتنا، سواء في العمل سواء في المنزل سواء في اي مكان له علاقه في ارتباطه بشيء نعمله بشكل يومي. نعم. هذه احنا نسميها ساعه بيولوجيه. فاحنا لما نقول لازم تخرج شوي عن الساعة البيولوجية هذه بحيث أنها يكون مشيك يوميا مثلا نصف ساعة بس أنها بتكون بشكل مستمر. عادة ليش احنا نقول نصف ساعة؟ لأنه بداية أول ربع ساعة من الحركة هي بداية تجهيز الجسم لفقد اللي هو السعرات الحرارية. فلما نصل إلى مرحلة اللي هو نصف ساعة، هنا الرقم الفعلي اللي نبدأ نفقد فيه من الوزن أو نفقد فيه من السعرات الحرارية اللي موجودة عندنا في جسمنا. المهم أنها تكون بشكل متواصل وبشكل يومي. لو ما كانت بشكل يومي، أنا ودائما ترى البدايات صعبة. مجرد أنك تدخل في مود الرياضة خلاص يصير شيء في حياتك أو في يومك تفقده لو أنت تركته. زي ما أنت الحين تقول أنا بالنسبة لي الغداء أمر جدا مهم ما تنازل عنه بأي شكل من الأشكال، هي نفس الطريقة هذه بالنسبة لك اللي هو الرياضة أو المشي تحديدا. لأن كثير يعتبرون كلمة الرياضة كلمة كبيرة، أنا أروح نادي وأسوي ولا على السير. لا لا لا، أنا متأكد كثير من البيوت السير عندهم صار منشر غسيل ولا منشره زي ما هو ما تغير، لكن إحنا نقول لك مشي. المشي اللي أنت تمشيه مثلاً اللي في عملك تمشي في بيتك لابد أنها بس تكون متواصلة بشكل يومي أو يوم ورا يوم على الأقل، يكون داخل برنامجك اليومي علشان أنت تبدأ تكون تقول والله في بوزيف ثينج أنا قاعد أسويه في حياتي. هنا وقتها لما توقف هتحس في فرق، تقول لا اليوم في شيء ناقصني، وشو اليوم ما مشيت. فيصير في ديدن يومك في حياتك، خلاص ما تقدر شيء ما تقدر تستغني عنه، وهذا الشيء اللي احنا نودنا يتعزز. ممتاز. عندنا انه يكون شيء موجود في حياتنا لكنه امر صحي وشيء نستفيد منه. ممتاز جدا. طيب دكتور ده في بعضهم يقول لك خلاص انا لاني مسوي عمليه ولاني بسوي رياضه بس ابعتمد في اكلي على السعرات الحراريه، مثلا خذالة قهوه اليوم نسبه الكالوريز فيه 280، بعدين لا والله خذالة فطور في مثلا ساندويتش 450 كالوريز. هل لعبتنا بالكالوريز تفيد ولا لا؟ وش مكانه الدسامه في الموضوع او المكونات اللي موجوده بالقهوه مثلا؟ والله شوفي هي 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 مفيده، كل شيء انك تعمله أكيد لها انعكاسات جيدة في جسمك، لكن عند زي ما قلت لك إنه إحنا عندنا التغذية وعندنا الرياضة يمشون في خطين متوازيين، معنى التقصير في واحد منهم حيأثر على الآخر. ما ينفع إنه أنا أجي أقول والله أنا بسوي رياضة أوكي وبعد ما أخلص والله بروح مثلا أدبها في المطعم برجر وما أعرف إيش وأستفدنا شيء. وهذه ترى على فكرة هذه حقيقة أنا شفتها عند أحد المتابعين، كنت أتابع في سناب. طيب. فكان يوريني إنه أنا نشيط مسجل لي في النادي وما شاء الله وعلى السير وبعدها ممكن بربع ساعة ويصوري أنا في المطعم وقاعد يأكل برجر ما استفدنا شيء صراحة. والعكس الثاني اللي هو إحنا نمشي في تغذية جيدة زي ما تفضلت، أمورنا مرة ممتازة في اختيار مثلا البرنامج الغذائي أو الكالوريز اللي نأخذها في فطورنا في غدانا، لكن عندنا مقصرين في الرياضة. هنا يصير كمان في عندنا خلل، لأنه جسمك الآن ممتاز جاهز، لكن ما تكتمل جاهزية النزول في الوزن إلا بعد الحرق في الرياضة. لما الرياضة تحتاج النزول يحتاج طاقة، فالطاقة إحنا لابد أن نكتسبها من في المشي
زي ما قلت لك. فالمشي هذا هو اللي بيساعد نزولنا في الوزن، ولا يكون هنا لو كان عندك تغذية ممتازة معناته الجسم جاهز للنزول، فقط يحتاج انك تحرق بيرنينج الكالوريز اللي موجودة بالمشي او في الرياضة بس. فهم زي ما قلت يمشون في خطين متوازيين، لابد انهم يكونون مع بعض عشان نصل الى نتائج ايجابيه. ممتاز. طبعا دكتورنا من ضمن الاسئله اللي بخصف فيها معاك في القاعده اللي تقول لك افطر ما لذ وطاب وخفف في غداك ولا تتعشى، هل هذا الشيء صحيح؟ وتلقى بعضهم خلاص بالفطور ياكل اللي يبي اللي فيه زيوت اللي، فيقول لك افطر فطور الملوك دائما يعني، فهل هالشيء صحيح يمشون عليه وبالتالي جسمهم راح يصير جيد؟ والله شوفي أنا قد أتفق، يعني مهما كان الإنسان وقت الفطور ترى ما يكون هذاك الشهية المفتوحة اللي ممكن يأكل الأخضر واليابس، قد أتفق نوعا ما في هذه المقولة. نعم. ليش؟ لأنه أنت في فترة الصباح اليوم طويل عندك، أنا أشهد فأنت والله فأنت عندك المساحة الكافية أنك أنت تروح وتمشي وتحرق ما أكلت الصباح. غير كذا مهما أكلت ما حتاكل زي ما أنت تاكل وقت الظهر ولا تاكل في الليل صراحة، لأنه غالبا أنت مثلا اللي بيأكل واللي تعشى احنا دائما يعني في المجتمع عشان مثلا 10-11 في الليل، فالواحد يأكل من هنا وينام من هنا، فما عندك الجسم ما عنده الوقت انه يمشي ويتحرك او يعمل اي شيء في من الانشطه اليوميه. بينما فتره الصباح مهما كان الفطور ما زال عندك متسع من اليوم انك انت تمشي وتحرق ما اكلته. لكن يعني هو تصرف ما هو صحيح، لانه في الاخير ايش اللي بيصير؟ انت جيت واكلت ما شاء الله في وجبه الصباح واخذت لك وجبه دسمه وجلست مثلا من الساعة 7 أو 8 إلى الساعة 2 الظهر، إيش اللي بيصير؟ يقول حيجيك الساعة 2 أنه يبغى يأكل أي حاجة، لأنه وصل إلى مرحلة النهم في الأكل فمجوع نفسه 7-8 ساعات. لما تجي فترة الظهر أو فترة الغداء بغض النظر متى تكون حتلقينا أي شيء قدامه بيأكله، فما يحسب وقتها لا كالوريز ولا سعرات ولا أي حاجة، مو حاسب لأي شيء، فبيدب في الأكل. وفي الأخير أنت اللي أنت سويته في فترة الغداء مع فترة الظهر مع فترة الإفطار صاروا كلهم يمكن تصل إلى 6,000-7,000 سعرة حرارية تكفيك حق 3-4 أيام. حيجي وقت طبعا حيرجع نفس الفكرة، حيصوم نفسه إلين وقت العشاء، نفس العشاء حيصير نفس الفكرة وحياكل. فأنت بالشكل هذا أنت أصلاً النظام كله ضرب مع بعضه. لكن لو جيت أنت أكلت أو أكلت الوجبة الرئيسية وأخذتها في فترة الإفطار، لكن وقت الغداء كان أخذت لك طبعاً وجبة سناك بينهم، وقدرت الغداء حتكون خفيفة أو تركز فيها على نسبة عالية من البروتين وتكون كمية قليلة، بالعكس هنا أنت بتنزل في وزنك. لما تأخذ 6 وجبات يوميا بمعنى عندك 3 وجبات الرئيسية بلس اللي هو فترات وجبات خفيفة بينهم حتنحف. وكثير يمكن لو لاحظت في بعضهم يقولك أنا أخذ وجبة واحدة في اليوم ولا أنحف. صح. لا ليش؟ لأنه أنت عمليات الأيض عندك ما اشتغل. عمليات الأيض ضعيفة، ما عندك العملية اللي تساعد جسمك أنها تبدأ تحرق. وبالتالي عشان كذا أقولك لما تأخذ وجباتك الرئيسية بلس اللي هو سناكس الوجبات الخفيفة أنت حتساعد نفسك على النزول. إحنا مع التزامنا إنه الوجبات ما تكون كمان دسمة، يعني ما ينفع إنه كمان في كل وجبة أنا أخذ لي 3,000 كالوري وأقول والله لا هذه أنا بنحف فيها. لا، إحنا نكون وجبات غذائية متوازنة، متوازنة السعرات، متوازنة التقسيم الغذائي. نعم. الله يسعدك دكتور نايف على هالتوعية الجميلة، وأتمنى لك يوم ممتع وسعيد. ما أدري أفطرت ولا باقي ما أفطرت دكتور نايف؟ لا أنا بفطر الساعة 7:30. ما شاء الله تبارك الله، بالعافية إن شاء الله. مرة انبسطت بطلتك مع اليوم، وأكيد المستمعين كمان يعني استمتعوا أكيد بالحلقة. يعطيك العافية ونهارك جميل. نهاركم جميل ويحييكم الله. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. شكر لضيف الكريم مستمعينا اللي نورنا اليوم، الدكتور نايف العنزي استشاري جراحة السمنة والمناظير. أتمنى كل التعليمات اللي قالها تتبعونها وتمشون عليها، وقدامكم الصحة والعافية. عيادة أكتيفيتي.